ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے آفت پھیلی ہوئی ہے، ہر چھوٹا بڑا اس کا شکار ہے اور آفتیں اس قدر ہیں، بیماریاں امراض کی وجہ سے پوری سپر پاور جو طاقتیں وہ بے بس نظر آتی ہیں، میڈیکل سائنس بے بس نظر آتی ہے، سائنس ٹیکنالوجی اس کے ہاتھ پیر پھول گئے ہیں، تو گویا کہ یہ ایسی آفت ہے کہ جو پوری کائنات کی انسانیت کو پریشان کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان و یقین کام کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زماں، آپ کے الفاظ قدسیہ، آپ کی احادیث طیبہ، آپ کی سنن اور آپ کی مستحبات جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا وہ مجموعہ ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور اس کے مصنف امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، علم و فضل کا اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، اور ان کی جو کتاب صحیح بخاری اصل کتب بعد کتاب اللہ کا اعزاز حاصل کر بیٹھی ہے کہ قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری کی اور جہاں کتنی کرامتیں ہیں، ان میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ صحیح بخاری کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے آفتیں ہٹا دیتے ہیں، دنیا سے امراض اٹھا لیتے ہیں، دنیا سے تعاون چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ علماء بخارا، علماء سمرقند، علماء ماوراء النہر، ان کا تجربہ ہے 13 صدیوں سے امت کا تجربہ ہے کہ جب بھی کسی روز زمین پر آفتیں نازل ہوئیں، جب بھی کسی زمین پر جو ہے آسمانی قہر ٹوٹا ہے، تو یہ قرآن، یہ صحیح بخاری شریف کا کہ جب تلاوت کی گئی، اس کا درس دیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے دنیا سے ان آفتوں کو دور کر دیا۔ اور ایک عرصے سے میں اہل علم کو یہ درخواست کرتا رہا کہ صحیح بخاری شریف کی تلاوت کریں، یہ کرونا وائرس آیا ہے لہذا صحیح بخاری شریف کی تلاوت مدارس کے اندر ہو، مکاتب میں ہو، مساجد میں ہو، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی جیسے 13 صدیوں سے یہ جو ہے وہ محدثین کا تجربہ ہے کہ یہ بیماریاں سب کی سب اٹھ جاتی ہیں، تو یقیناً آج کرونا وائرس کے حوالے سے جو آفت اتری ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی اٹھا لیں گے۔ ظاہر ہے کہ لیکن اب تک اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ جو ہے کوئی ایسا جو ہے وہ نتیجہ سامنے نہیں آیا، تو میں نے خود پھر اس کا اہتمام کیا اور پاکستان کے اندر میں نے 2 علماء کرام کی ذمہ داری لگائی اور وہ علماء کرام اس کی تلاوت کر رہے ہیں، چنانچہ ایک جو ہے حضرت مولانا مفتی صبغت اللہ عدن صاحب اور دوسرے حضرت مولانا قاری رضوان صاحب، یہ دونوں حضرات جو ہے یہ وہاں تلاوت کر رہے ہیں، اور تقریباً جو ہے 500-600 صفحات تک بخاری شریف کی تلاوت ہو چکی ہے، اور وہ جو ہے یہ اس کی جو ہے وہ تلاوت جو ہے رحم ٹی وی کو پر لائیو جو ہے اس کو نشر کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جب رحم ٹی وی کو پر ان قریب چند دنوں کے اندر جب وہ لائیو آنے لگے تو آپ اپنے گھروں کے اندر جو ہے اس کو لائیو جو ہے آڈیو لگا دیں، ویڈیو لگا دیں، تاکہ اس کی گونج جو ہے بخاری شریف کی تلاوت کی پورے گھر بار کے اندر ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ یہ کرونا وائرس تو کیا کسی قسم کی بھی آفتیں ہوں گی، اس گھر سے، اس دھرتی سے، اس خطے سے اللہ تبارک و تعالی ان آفتوں کو اٹھا لیں گے۔ اس لیے آپ حضرات جو ہے بالکل منتظر رہیں، انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ صحیح بخاری شریف کے حوالے سے وہ تلاوتیں مکمل ہو رہی ہیں، تبھی جو ہے انشاءاللہ وہ تلاوت جب ان کی شروع ہو تو آپ حضرات جو ہے ضرور اس کو خود سنیں بھی، اور جو وہ اس کو گھر کے اندر بلند آواز سے لگائیں بھی، اور آگے بھی دوستوں کو شیئر کریں۔ جب پورے عالم کے اندر جگہ جگہ بخاری شریف کی تلاوت جو ہے آپ کے ٹیلی ویژن کے اوپر ہونے لگے گی، آپ کے فون کے اندر ہونے لگے گی، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ کرونا وائرس جی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس طرح کے کتنے بھی وائرس ہیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین سے مٹا دیں گے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون آفیشیل کو سبسکرائب کریں، مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی الخصومات باب ما یذکر فی الاشخاص والخصومتی۔
وما بين المسلم واليهودي. وبه قال حدثنا ابو الوليد وبه قال حدثنا شعبة قال عبد الملك بن ميسرة قال اخبرني سمعت النزال بن يسب صبرة سمعت عبد الله يقول سمعت رجلا قرأ آية سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافها فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن قال شعبة أظنه قال لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وبه قال حدثنا يحيى بن قزعة وبه قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرجي عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال استب رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمد على العالمين وقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري كان في من صعق أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل وبه قال حدثنا وهيب بن عن وبه قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يهودي فقال يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابي فقال من؟ قال رجل من الأنصار قال أدعوه قال أضربته فقال سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر قلت أي خبيث على محمد فأخذتني غصبة فضربت وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأول من تنشق عنه الأرض فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري كان في من صعق أو حسب بصعقته الأولى. وبه قال حدثنا موسى وبه قال حدثنا همان عن قتادة عن أنس أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل من فعل هذا بك أفلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين. باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجرا وحجر عليه الماء وإن لم يكن حجر عليه الإمام. ويذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهى وقال مالك إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه ومن باع لضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن أفسد بعد منعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وقال للذي يخدع في البيع إذا بايعت فقل لا خلابة ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل وبه قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن دين قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه قال كان رجل يخدع في البيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة فكان يقوله. وبه قال حدثنا عاصم بن علي وبه قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنهم أن رجلا أعتق عبدا له ليس له ماله غيره فرده النبي صلى الله عليه وسلم فبتاعه منه نعيم بن النحام. باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. وبه قال حدثنا محمد وبه قال أخبرنا أبو معاوية الأعمش شقيق عن عبد الله
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو في فجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فقال الأشعث في والله كان ذلك كان بين رجل وبيني عرض فجاحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا. فقال لليهودي أحلف. قال قلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي. قال فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد وبه قال حدثنا عثمان بن عمر وبه قال حدثنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنهم أنه تقاضى ابن أبي حضرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف السجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا وأومأ إليه أي الشطر قال لقد فعلت يا رسول الله قال قم فقضيه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حسام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها فقال لي أرسله ثم قال له اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر من. باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر رضي الله عنهم حين ناحت وبه قال حدثنا محمد بن بشار وبه قال حدثنا محمد بن أبي أتي عن شعبة عن سعد بن أبي إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم. باب دعوى الوصي للميت. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد وبه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عبد بن سمعة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابني. وقال عبد بن زمعة أخي وابن أمي أمة أبي ولد على فراش أبي فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش واحتجبي منه يا سودة. باب التوثق ممن تخشى معرته. وقيد بن عباس رضي الله عنهم إكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنهم يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمانة فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير. وذكر الحديث فقال أطلقوا ثمامة. باب الربط والحبس في الحرم. واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية رضي الله عنهم على إن عمر رضي بالبيع فالبيع بيعه وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400 دينار
وسجن ابن الزبير رضي الله عنه بمكة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف، وبه قال حدثنا ليس بن سعد، وبه قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد سمع ابا هريرة رضي الله عنهم قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الملازمة. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير، وبه قال حدثنا ليس عن جعفر عن جعفر، وقال غيره، وبه قال حدثنا ليس، وقال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمزة عن عبد الله بن كعب بن الكعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك رضي الله عنهم أنه كان له على عبد الله بن أبي حضرد الأسلمي دين، فلقيه فلزمه فتكلم حتى ارتفعت أصواتهما، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب، فأشار بيديه كأنه يقول النصف، فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا. باب التقاضي. وبه قال حدثنا إسحاق، وبه قال حدثنا وهب بن جرير، وبه قال أخبرنا شعبة عن العمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب بن رضي الله عنه قال كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص على العاص بن وائل دراهم، فأعطيته أتقاضى أتقاضاه أتقاضاه فقال أقضي له حتى تكفر بمحمد، فقلت لا والله لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم يبعثك، قال فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتي ثم أبعث فأوت مالا وولدا ثم أقضيك، فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. كتاب اللقطة. باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه. وبه قال حدثنا آدم، وبه قال حدثنا شعبة، وبه قال حدثني محمد بن بشار، وبه قال حدثنا غندر قال شعبة، وبه قال حدثنا شعبة عن سلمة قال سمعت سبيت بن غفلة قال لقيت أبي بن كعب قال أخذت سرة فيها 100 دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال عرفها حولا، فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثالثا فقال احفظ وعاءها ثم عددها وبكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، فاستمتعت فلقيته بعد بمكة قال لا أدري 3 أحوال ولا حولا واحدا. باب ضالة الإبل. وبه قال حدثنا عمرو بن عباس، وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وبه قال حدثنا سفيان عن ربيعة، وبه قال حدثنا يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه، فقال عرفها سنة ثم عرف حفاظها وبقاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. فقال يا رسول الله ضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب، فقال ضالة الإبل. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك، ولها معها حذاؤها وسقاؤها وترد الماء وتأكل الشجرة. باب ضالة الغنم. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله، وبه قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى عن يزيد مولى المنبعث انه سمع زيد بن خالد يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فزعم أنه قال اعرف عفاصها وبكاها ثم عرفها سنة يقول يزيد إن لم تعرف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده. قال يحيى فهذا الذي لا أدري أو أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عنده. ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يزيد وهي تعرف أيضا. ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل؟ فقال دعها فإن معها حذاها وسقاها ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجد ربها.
باب اذا لم يوجد صاحب اللقطه بعد سند فهي لمن وجدها. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عن اللقطه فقال اعرف حفاظها وبكاءها ثم عرفها سنه فان جاء صاحبها والا فشانك بها. قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو لذيب. قال فضالة الغنم قال ما لك ولها ومعها سقاه وحذاء وترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. باب إذا وجد خشبة في البحر أو صوتا أو نحوه. وقال الليث وبه قال حدثنا جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل وساق الحديث فخرج ينذر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة. باب إذا وجد تمرة في الطريق. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة بن مصرف عن أنس رضي الله عنهم قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا إني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وقال يحيى وبه قال حدث سفيان وبه قال حدثني منصور النحا وقال زائدة عن منصور عن طلحة بن مصرف اليامي وبه قال حدثنا أنس رضي الله عنه وبه قال حدث محمد المقاتل وبه قال أكبرنا عبد الله وبه قال أكبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. وبه وقال خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال أحمد بن سعيد وبه قال حدثنا روح وبه قال حدثنا زكريا وبه قال حدثنا عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد عظاهها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يقتلى خلاها. فقال عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إلا ليذخر فقال إلا ليذخر. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى وبه قال حدثنا الوليد بن مسلم وبه قال حدثنا الأوزاعي وبه قال حدثنا يحيى بن أبي كثير وبه قال حدثنا مسلمة بن عبد الرحمن وبه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنهم قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله قد حبس عن مكة القتل وسلط عليها رسوله والمؤمنين فإنها لا تحل لأحد كان قبل وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد من بعد ولا ينفر صيدها ولا يقتل شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين وإما أن يفضي وإما أن يقيد. فقال العباس إلا الإذكر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذكر. فقال أبو شات رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شات. قلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله. قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب لا تحلب من ماشية أحد بغير إذن. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما تخزن لهم ذروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحلبن أحد ماشية أهد إلا بإذنه. باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عندهم.
وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وبه قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن أبي خالد الجهني رضي الله عنهم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة عن قال عرفها سنة ثم عرف عفاصها وبكها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه فقال يا رسول الله فضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قال يا رسول الله فضالة الغنم فقال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه ثم قال ما لك ولها معها خضاؤها وسقاؤها حتى يلقاها باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق وبه قال حدثنا سليمان بن حرب وبه قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن عغفلة وقال كنت مع سليمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة فوجدت صوتا فقال لي ألقه قلت لا ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب فقال وجدت سرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيت فقال عرفها حولا فعرفتها قولا ثم أتيته فقال عرفها حولا ثم أتيته الرابعة فقال اعرف عدتها وبكاءها وبيعها فإن جاء صاحبها إلا استمتع بها وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة سلمة بهذا قال فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري 3 أحوال ولا حول واحدا باب من عرف اللقطة ولا يدفعها إلا السلطان وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ربيعة عن زيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن إعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها وبكائها وإلا فاستنفق بها وسأله عن ضالة الإبل فتمعر وجهه فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر ودعها حتى يجدها ربها وسأله عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب باب وبه قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال أخبرني إسرائيل عن أبي إسحاق قال أخبرني البراء عن أبي بكر وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر رضي الله عنهم قال انطلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه فقلت ممن أنت قال لرجل من قريش فسماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبر قال نعم فقلت فهل أنت حالب لي قال نعم فأمرته فاعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفذ ذراعها من الغبار ثم أمرته أن ينفذ كفيه فقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب كثبة من لبن وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فيها خرقة فصببت على اللبن حتى بارد أسفله فانتهيت لي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون افیشل کو سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں شکریہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أبواب المظالم والقصاص يا سيدي إمام البخاري رحمه الله مظالم اور قصاص کے حوالے سے احادیث مبارکہ لا رہے ہیں
باب في المظالم والغصب وقول الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم رافعي رؤوسهم المقنع المقمح واحد لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هوى جوفا لا عقول لهم وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل الى قوله ان الله عزيز ذو انتقام وقال مجاهد مهطعين مدبرين النظر ويقال مسرعين باب قصاص المظالم حدثنا اسحاق بن ابراهيم حدثنا معاذ بن هشام اخبرني ابي عن قتاده عن ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطره بين الجنه والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا ما نقوا وهزبوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمسكنه كان في الدنيا وقال يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة حدثنا أبو المتوكل باب قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام حدثني قتادة عن صفان بن محرز المازري قال بينما أنا أمشي مع ابن عمر آخذ بيده إذا عرض رجل قال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستر فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي ربي حتى قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكافرون والمنافقون يقول الأشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ان سالم اخبره ان عبد الله بن عمر اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلم ولا يسلمه ومن كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربه فرج الله عنه كربه من كربات يوم القيامه ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامه باب اعين اخاك ظالما او مظلوما حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس وحميد سمع أنس بن مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما حدثنا مسد قال حدثنا معتمر عن حميد عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قال يا رسول الله هذا ننصر مظلوما فكيف ننصر ظالما قال تأخذ فوق يديه باب النصر المظلوم حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد سمعت البراء بن عازم قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع فذكر عيادة المريض واتبع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المقسم حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ويشبك بين أصابعه باب الانتصار من الظالم لقوله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم والذي إذا أصابهم بغي هم ينتصرون قال إبراهيم كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا وعفوا باب عف المظلوم لقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين إلى قوله إلى مرد من سبيل باب الظلم ظلمات يوم القيامة حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن الماجشون قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا بكي قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب باب
من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته. حدثنا آدم نبي ياسر قال حدثنا ابن أبي زيد قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخي من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال أبو عبد الله قال إسماعيل بن أبي أويس إنما سمي المقبري لأنه كان ينزل ناحية المقابر. قال أبو عبد الله وسعيد المقبري هو مولى لبني ليث وهو سعيد بن أبي سعيد واسم أبي سعيد الكيسان. باب إذا حل له من ظلمه فلا رجوع فيه. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها في هذه الآية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت الرجل يكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شان في حل فنزلت هذه الآية في ذلك. باب إذا أذن له أو حل له ولم يبين كم هو. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن عبد دينار عن سالم بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمين غلام وعن يسار الأشياخ فقال الغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيب منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. باب إثم من ظلم شيء من الأرض. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن زوريا حدثني طلحة بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عمرو بن سالم أخبره أن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا طبق من سبع أرضين. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة فذكر لعائشة فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم إيد شبر من الأرض طبقه من سبع أرضين. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خصم به يوم القيامة إلى سبع أرضين. قال أبو عبد الله هذا الحديث ليس بخراسان في كتب من المبارك إنما أملي عليهم بالبصرة. باب إذا أذن إنسان لآخر شيء جاز. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن جبلة قال كنا بالمدينة في بعض أهل العراق فأصبتنا صنة فكان ابن الزبير يرزقنا التمر فكان ابن عمر يمر بنا فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عمارة عن الأعمش عن أبي بالي عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام لحام فقال له أبو شعيب اصنع لي طعام خمسة لعلج أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خمسة وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع فدعاه فتبعهم رجل لم يدع فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد اتبعنا أتأذن له؟ قال نعم. باب قول الله وهو رد الخصام. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. باب إثم من خاصم في باطن وهو يعلمه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه قد صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق المسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها. باب إذا خاصم فجرا. حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا أو كان في خصلة من أربعين كان في خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجرا. باب قصاص المظلوم إذا وجد مال بظالمه. وقال ابن سيرين يقاصه بقرة
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري حدثني عروة بن عائشة رضي الله تعالى ها قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيق فهل عليك حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال لولا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم انك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى فيه؟ فقال لنا ان نزلتم بقوم فامر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. باب ما جاء في السقائف. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه في سقيفه بني ساعدات. حدثنا يحيى بن سليمان اخبرني ابن وهب حدثني مالك حا واخبرني يونس بن يونس عن ابن شهاب اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان ابن عباس اخبره عن عمر رضي الله تعالى عنه قال حين توفي الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان الانصار اجتمعوا في سقيفه بني ساعده فقلت لابي بكر انطلق بنا فجئناهم في سقيفه بني ساعده. باب لا يمنع جار جاره ان يغرز خشوبه في جداره. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشوبه في جداره. ثم يقول ابو هريره ما لي اراكم عنها معرضين والله لا ارمين بها بين اكتافكم. باب صب الخمر في الطريق. حدثنا محمد بن عبد الرحيم ابو يحيى حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال كنت ساقي القوم في منزل ابي طلحه وكان خمرهم يومئذ الفضيح فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي الا ان الخمر قد حرمت فقال لابو طلحه أخرج فأهرقها فخرجت فهرقتها قال فجرت في سكك المدينة فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. باب أفرية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات. وقال عائشة رضي الله تعالى عنها فأبتني أبو بكر مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وابناؤهم يعجبون منه والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن طائب بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الجلوس على الطرقات. فقالوا ما لنا بد إنما هو مجالس نتحدث فيه. قال فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. باب الآبار على الطريق إذا لم يتأذأ بها. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح السماني عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل بالطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فاذا كلب يلهث ياكل ترى من العطش فقال رجل لقد بلغ هذا الكلب من عطشي مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملا خفه بان فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وان لنا في البهائم لاجرا قال في كل ذات كبد غطبه اجر. باب إمادة الأذى. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم يميت الأذى عن الطريق صدقة. باب الغرفة والعلجة المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيانة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة ثم قال هل ترون ما رأى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور عن عبد الله بن عباس قال لم ازل حريصا على ان اسال عمر عن المراتين من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما فحججت معه فعدل وعدلت معه بالادابات فتبرد ثم جاء فسكبت له على يده من الإدابة فتوضا فقلت يا امير المؤمنين من المرأة من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبهما. قال واعجبا لك يا ابن عباس عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوق فقال اني كنت وجار لي من الانصار في بني امية بن زيد وهي من عبال المدينة وكنا نتناوب نزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وانزل يوما فاذا نزلت جئته من خبري ذلك اليوم من الامر وغيره فاذا نزل فعل مثله وكنا معشر قريش
نغلب النساء فلما قدمنا على الانصار اذا هم قوم تغلبهم نساؤهم فطافق نساؤنا ياخذنا من ادب النساء الانصاري فصحت على امراتي فراجعتني فانكرت ان تراجعني فقالت ولم تنكر ان اراجعك فوالله ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وان احداهن لتهجره اليوم حتى الليله فافزعني فقلت حقابه من فعل منهن بعظيم ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصه فقلت اي حفصه اتغاضب احداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليله فقالت نعم فقلت خابت وخسرت أفتأمر أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكين لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تراجعي في شيء ولا تهجريه وسليني ما بدا لك ولا يغرنك إن كانت زيارتك هي أوضاع منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عائشته وكنا تحدثنا عن غسان تنعل النعال لغزبنا فنزل صاحبي يوم نوبتي فرجع عيشان فضرب بابي ضربا شديدا وقال أنائم هو ففزعت فخرجت إليه وقال حدث أمر عظيم قلت ما هو أجاد غسان قال لا بل أعظم من وطره طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال قد خابت حفصة وخسرت كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون فجمعت علي ثيابي فصليت الصلاة فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل مشربة له فاعتذر فيها فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت ما يبكيك أولم أكن حذرتك أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أدري هو ذا في مشروبتي فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رأة يبكي بعضهم فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجده فجئت المشروبة التي هو فيها فقلت لغلام لو أسود أستأذن لعمر فدخل فقال فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال ذكرتك له فصمت فانصرفت حتى جلست مع الرأة الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجده فجئت فقلت للغلام فذكر مثله فجلست مع الرأة الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجده فجئت الغلام فقلت أستأذن لعمر فذكر مثله فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني قال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه فإذا هو مستجع على رمال حصير ليس له بينه وبين فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئ على وسادة من آدم حشوها ليف فسلمت عليه ثم قلت أنا قائم طلقت نساءك فرفع بصره إلي فقال لا ثم قلت أنا قائم استأنس يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء فلما قدمنا على قوم تغلب النساء فذكروا فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت لو رأيتني فدخلت على حفصة فقلت لا يغرنك إن أن كانت جارتك هي أوضع منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم جد عائشة رضي الله تعالى عنها فتبسم أخرى فجلست وحين رأيته تبسم ثم رفعت بصري في بيتي فوالله ما رأيت في شيء يرد البصر غير أهبة ثلاثة فقلت أدعو الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله وكان متكئا فقال أوفي شك أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت له طيباتهم في الحياة الدنيا فقلت يا رسول الله استغفر لي فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وقال قد قال وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله فلما مضى 29 دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فبدا بها فقالت له عائشة رضي الله تعالى عنها إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنا أصبحنا ب 29 ليلة أعدها عدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29 وكان ذلك الشهر 29 قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فأنزلت آية التخير فبدا بي أفضل امرأة فقال إني ذاكر لك أمرا ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك قالت قد علم أن أبوي لم يكون يأمرني بفراقك ثم قال إن الله تعالى قال يا أيها النبي قل لأزواجك إلى عظيما قلت أفي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله والرسول والدار الآخرة ثم خير النساء فقلنا مثل ما قال عائشة رضي الله عنها حدثنا ابو سلام قال اخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن انس قال اعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء شهرا وكانت ان فقت قدمه فجلس في علجه له فجاء عمر رضي الله تعالى عنه فقال اطلقت نساءك قال لا ولكني اليت من شهر فمكثت 29 ثم نزل فدخل على نسائه باب من عقل بعيره على البلاط وباب المسجد حدثنا مسلم حدثنا قال ابو عقيل قال حدثنا ابو المتوكل الناجي قال اتيت جابر بن عبد الله قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت فيه فعقلت الجمل في ناحيه البلاط فقلت هذا جملك فخرج فجعل يطيف بالجمل فقال الثمن والجمل لك
باب الوقوف والبول عند استبادة قوم. حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور عن ابي بايد عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال لقد اتى النبي صلى الله عليه وسلم استبادة قوم فبال قائما. باب من اخذ الغسل وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي عن سمي عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فاخره فشكر الله له فغفر له. باب اذا اختلفوا بالطريق الميتاء وهي الرحبه تكون بين الطريق ثم يريد اهلها البنيان فترك منها للطريق السبعه ازرعين أزرعين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن زبير بن خريت عن عكرمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قد النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أزرعين. باب النهي بغير إذن صاحبه. وقال عبادة بايع عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننتهب. حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي والمصلى. حدثنا سعيد بن عفن قال حدثنا ليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق ولا وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه في أبصار حين ينتهبها وهو مؤمن. وعن سعيد أو أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلى النهبة. قال الفربرج وجدت بخط أبي جعفر قال أبو عبد الله قال ابن عباس تفسير أن ينزع منه نور الإيمان. باب قص الصليب وقتل الخنزير. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زوري قال أخبرني سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحدا. باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر وتخرق الزقاق فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبة وأوتي شراح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن جزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر قال على ما توقد هذه النيران قالوا على الحمر الإنسية قال أكسروها وأهرقوها قالوا ألا نهرقها ونغسلها قال أغسل قال أبو عبد الله كان ابن أبي ويس يقول الحمر الأنسية بنصب الألف والنون. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه دخول الكعبه 360 نصوبا فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل. حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا انس بن عياز عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي القاسم عن ابيه القاسم عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها كانت اتخذت على ساوه الله سترا في تماثل فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما. باب من قتل دون ماله. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثنا ابو الاسود عن رمضان عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. باب اذا كسر قصعه او شيء لغيره. حدثنا مسد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن انس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين مع قادم بقصعه فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعه فضمها فجعل فيها طعام وقال كلوا وحبس الرسول بالقصعه حتى فرغوا فدفع القصعه الصحيه وحبس المكسوره. وقال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثنا حميد قال حدثنا انس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم باب اذا هدم حائطا فليبني مثله. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل في بني اسرائيل يقال له جريج يصلي فجاءت امه فدعته فابى ان يجيبها فقال
اجيبها او اصلي ثم اتته فقال اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته فقالت امراه لا افتنن جريجا فتعرضت له فكلمته فابى فاتت رايا فامكنته من نفسها فولدت غلاما فقاته من جريج فاتوه وكسروا صومعته وانزلوا وصبوه فتوضا وصلى ثم اتى الغلام فقال من ابوك يا غلام؟ قال الراعي. قالوا نبني صومعتك من ذهب. قال لا الا من طين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشرك في الطعام والنهد والعروض وكيف قسمة ما يقال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة لما لم يرى المسلمون في النهد بأسنا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران في التمر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن باب بن سيكيسان عن جابر بن عبد الله إنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح فهم 300 فأنا فيهم فخرجنا حتى إذا كنا بعض الطريق ففني الزاد فأمر أبو عبيدة بأسباد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر وكان يقبضنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني فلم تكن تصيبنا إلا تمرة فقلت وما تغني تمرة فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب فأكل من ذلك الجيش 18 ليلة ثم أمر أبو عبيدة بالضلعين من أضلاعه فنصبا ثم أمر برحلة فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. حدثنا بشر بن مرحوم حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع قال خفت ازفاد القوم واملقوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر ابلهم فاذن لهم فلقيهم عمر فاخبروا فقال ما بقاؤكم بعد ابلكم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد ابلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس ياتون بفضل أزوادهم فبسط لذلك نطع وجعلوا على النطع فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأوعية فتسى الناس حتى فرغوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم 10 قسم فناكل لحما نضجا قبل أن تغرب الشمس. حدثنا محمد بن علي قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد عن أبي هريرة البردة عن أبي موسى رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العشريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسبيجة فهم مني وأنا منهم. باب من كان من خليطتين فإنهما يتراجعان بينهما بالصفية في الصدقة. حدثنا محمد بن عبد الله بن المسمى حدثني أبي حدثني سمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس حدث أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما كان من خليطتين فإنهما يتراجعان بينهما بالصفية. باب قسمة الغنم. حدثنا علي بن الحكم الأنصاري قال أخبرنا أبو عمارة عن سعيد المسروق عن أباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جدي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الأخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل 10 من الغنم بعير فند منا بعير فطلبوا فأعياهم وكان في القوم خير يسيرة فأبى رجل منهم بسام فحبسه الله ثم قال إن لهذه البهائم أبابذ كبابذ البحش فما غلبكم منا فاصنعوا به هكذا فقال جدي إنا نرجو ونخاف العدو غدا وليست معنا مدا أفنذبح بالقصب قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الزفر فمد الحبش. باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا جبلة بن سحيم سمعت بن عمر رضي الله تعالى يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن رجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة بن جبلة قال كنا بالمدينة فأصابتنا سنة فكان ابن الزبير يرزقنا التمر وكان ابن عمر يمر بنا فيقول لا تقرنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا يستأذن رجل منكم أخاه
باب تقويم الأشياء بين شركاء بقيمة عدل. حدثنا عمران بن ميسر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا جبان نافع عن ابن عمر قال رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شخصا له من عبد او شركا او قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمه عدل فهو عتيق والا فقد عتق منه ما عتق. قال لا ادري قوله عتق منه قول من نافع او في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شقيصا من ملوكه فعليه خلاصه في ماله فان لم يكن له مال قدم المملوك قيمه عدل ثم استصعي غير مشكوك عليه. باب هل يقرا في القسمه والاستهام فيه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامر يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله عز وجل والباقع فيها كمثل قوم استهاموا على سفينة فأصاب بعضهم على وبعض أسفلها فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوه على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. باب شركة اليتيم على الميراث. حدثنا الأواسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها حا وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليجها تشارك في مالي فيعجب مالها وجمالها فيريد وليجها أن يتزوج بغير أن يقسط في صداقها فيعطيا مثل ما يعطيا غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن على سنتهن من الصداق وأمروا ألا ينكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن. قال عروة قال عائشة رضي الله تعالى عنها ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب هي الآية الأولى التي قال الله فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن هي رغبة أحدكم اليتيمة التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. باب الشركة في الأرضين وغيرها. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام أخبرنا معمر الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا بقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. باب إذا اقتسم الشركاء الدور وغيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر الزهري عن ابي سلمة عن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال ما لم يقسم فاذا بقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف. حدثنا عمرو بن علي حدثنا ابو عاصم عن عثمان يعني ابن الأسود أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد فقال اشتريت أنا وشريك لي شيء يدا بيد ونسية فجاءنا البراء بن عازم فسألنا فقال فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسية فردوه. باب مشاركة الرمي باب مشاركة الزمي والمشركين في المزارعة. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جبير بن اسماء عن نافع عن عبد الله قال عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود ان يعملوا ويزرعوها ولم شطروا ما يخرج منها. باب قسمة الغنم والعدل فيها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسم على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحى به انت
باب الشركة في الطعام وغيره. ويذكر أن رجلا ساب مشيا فغمز وآخر فراع عمر أن له شريكة. حدثنا أصبغ بن الفرج أخبرني قال عبد الله بن باب أخبرني سعيد عن زهرة بن معبد عن جدي عبد الله بن هشام وقال قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهب بأم زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايع. فقال هو صغير فمسح رأسه ودعا له. وعن زهرة بن عبد النقر أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير فيقولان لو أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. قال أبو عبد الله إذا قال الرجل للرجل أشركني فإذا سكت فيكون شريكه بالنصف. باب الشركة في الرقيق. حدثنا مسدد قال حدثنا جبير بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاء حصتهم ويقلى سبيل المعتق. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا في عبد أعتق كله إن كان له مال وإلا يستصعى غير مشقوق عليه. باب الاشتراك في الهدي والبدن. وإذا أشرك الرجل رجل في هدية بعدما أهدى. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زين قال أخبرنا عبد الملك بن جريج عن عطاء بن جابر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب السبعة رابعة من ذي الحجة مهلون بالحج لا يخلطهم شيء فلما قدمنا أمرنا فجعلنا عمرة وأن نحل إلى نسائنا ففشت في ذلك قال عطاء قال جابر فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقتر منجا فقال جابر بكفي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال خطيبا فقال بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا والله لأنا أبر واتقى وأتقى لله عز وجل منهم ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله هي لنا أو للأبد فقال لا بل للأبد. قال وجاء علي بن أبي طالب فقال أحدهما يقول لبيك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه وأشركه في الهدي. باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القصم. حدثنا محمد قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما أو بلا فجعت إلى القوم فغلوا بها القدور فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفيت ثم عدل عشرة من الغنم بجزور ثم إن بعيرا ند وليس في القوم إلا خير يسيرة فرماه رجل فحبسه بسام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أبابدك أبابد البحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال جدي يا رسول الله إنا نرجو أو نخاف أن القلع دب غدا وليس معنا مدا أفنذبح بالقصب. قال أعجل أو أرن ما أنهر الدم وذكي اسم الله عليه فقلوا ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمضي الحبش. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ہمارے دوسرے چینل مفتی منیر احمد اخون افیشل کو سبسکرائب کریں. مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں. ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں. شکریہ.